المكنه اللي ورايا في الفيديو دي احدث ماكينات الحفر البريمي في مصر، مش موجود منها غير ماكينتين على مستوى مصر، واحده منهم في المشروع ده. ايه المميزات اللي بتقدمها مكنه الحفر اللي ورايا دي مش بتقدمها ماكينات حفر تانيه للخوازيق؟ تعالوا بينا نشوف. بعد ما طردت السواق من المعده عشان اعرف اقعد فيها، عشان تعرفني طبعا حجم كبير فالماكينه مش هتستوعب الحجم ده، فعشان كده قعدت مكانه وهبدا اتكلم. بص يا جماعه، المكنه دي موديلها XR220. 220 دي ترمز ليه؟ العزم والدوران بتاع الروتري او بتاع الكليبر بيساوي 220 نيوتن، ودي قوة كبيرة جدا عشان اقدر احفر بيها على العمق ده. ايه هو الكليبر ده؟ بصوا يا جماعة، مكنة حفر الخوازيق بتتكون من دراع او ماسورة معدنية كده، دي اسمها الكليبر. الكليبر وظيفته ان هو بيعمل الحفرة بتاعت الخازوق اللي انا هحط فيها الحديد والخرسان. الكليبر ده طوله في المكنة دي بيوصل لحد كام؟ بيوصل لحد 60 متر. هل هم بقى بيجيبوا ماسورة طولها 60 متر؟ لا، بيجيبوا عقل او وصلات بيبقى اطولها تقريبا في حدود 15 متر. وكل ما يحفروا 15 متر يقوموا مركبين الوصلة التانية والتالتة والرابعة لحد ما بيجيب آخر العمق وهو 60 متر. عشان كده احتاجنا موتور قوي بمواصفات ضخمة عشان يخلق عزم دوران محترم ويخلي الكليبر يلف بالقوة اللي هو عايزها والعمق اللي احنا عايزينه. ده أولا. طيب، زي ما قلت لكم يا شباب، احنا عايزين هنا ننفذ عملية الحفر ونحقق حاجتين مهمين جدا: ضمان الوصول للعمق المطلوب، وضمان رأسية الخازوق، لأن الخازوق ما ينفعش يتحفر مايل. فعشان كده بنستعين بهذه المكنة اللي بتوضح لنا تفاصيل الموضوع ده من خلال الشاشات اللي موجودة في هذه المعدة. فاحنا عايزين ننفذ حاجة بدون أي أخطاء ويكون العامل البشري فيها أقل ما يمكن، بحيث نضمن الدقة في التنفيذ وما يبقاش في أي مشاكل، لأن مشكلة تنفيذ الخوازيق إيه؟ إن طالما الموضوع اتنفذ مرة واحدة ما ينفعش فيه تعديل. أنا لو عمود نفذته غلط ممكن أكسره، كاميرا نفذتها غلط ممكن أكسرها، لكن الخازوق ملوش حل، فلازم الموضوع يتم بالترتيب السليم وصح ومن اول مره. طيب، عشان نفهم المبدا اللي بتشتغل عليه المكنه دي فمحتاجين نعرف مفهومين مهمين جدا. يعني ايه كلمه راسيه ويعني ايه كلمه افقيه؟ بص يا سيدي، لما اجي اقول لك انا عايز اخلي المسطره افقيه، معنى ذلك عايز اخليها بهذا الشكل مستويه تماما، لا هي مايله يمين ولا مايله شمال. ولما اجي اقول لك انا عايز المسطره دي تبقى بشكل راسي، تبقى كده عمودية تماما، لا هي مايلة يمين ولا مايلة شمال. طيب، أنا دلوقتي بكلمك عن حفرة هتصل لحد 40 و50 متر، إزاي يضمنوا إن هي هتكون رأسية تماما طول ما أنا شغال حفر؟ عشان كده بحتاج لتول أو لجهاز يحقق لي النقطة دي، يأكد لي إن إحنا بنحفر حفر رأسي. هنقوم نستعين بفكرة بسيطة جدا وهي ميزان المية. ميزان المية اللي بتشوفوه عند الصنايعي بتاع السيراميك وهو بيركب البلاط في الأرضية، بيبقى ماسك الميزان ده، والميزان ده بيحقق لي النقطتين، نقطة الأفقية ونقطة الرأسية. إزاي؟ أنا لو عايز أتأكد إن المسطرة دي أفقية تماما، بقوم جايب ميزان المية وحطه بهذا الشكل، وأقعد أبص على الفقاعة. الفقاعة اللي جوه دي اللي عمالة تتحرك يمين وشمال دي بثبتها بهذا الشكل وبخليها في نص الميزان. لو هي في نص الميزان أعرف إن المسطرة أفقية تماما. يبقى أنا بحتاج البابل اللي في نص الميزان دي لما أكون عايز أتأكد من حاجة أفقية، سواء بقى مسطرة أو سطح مكتب أو أرضية بلاط، أيا كان أي حاجة أفقية. أنا هنا في الخوازيق عايز أتأكد من الرأسية مش من الأفقية، عايز أتأكد إن المسطرة دي أو الخازوق ده هتبقى رأسية تماما. اقوم مستخدم البابل الثانيه وهي بتبقى بهذا الشكل موجوده هنا، دي بتحقق لي الرأسيه اللي انا عايزها. افضل اظبط المسطره يمين وشمال يمين وشمال لحد ما البابل تيجي فين؟ في النص بالظبط. اول ما اشوف البابل في النص بهذا الشكل اعرف ان المسطره رأسيه تماما. طيب، سؤال بقى للعقلاء، هل احنا هننفذ حاجه بالعمق ده وبالضخامه دي باستخدام ميزان ميه؟ ايه، هننزل عوضين ومحمدين تحت في الحفره لحد اخر خازوق ونقول له بالله عليك شوف لنا الرأسيه بتاعت الخازوق؟ اكيد لا. طيب، تعال نشوف بقى المكنه اللي احنا قاعدين فيها دي بتقدم لنا ايه؟ بيبقى عندها في الشاشه بتاعتها كذا حاجه. اول حاجه ميزان ميه هيدروليكي. ميزان ميه ده بيعرفنا اذا كنا بنحفر بشكل رأسي ولا لا، بحيث لو احنا شغالين عاملين نحفر ولسبب من الاسباب الدراع او الكليبر اللي عمال يحفر بدا يميل مني، المكنه تكلبش تقف ما تشتغلش، هي ما تعرفش تشتغل الا وهي ايه؟ في وضع راسي. يرجع تاني السواق يظبط وضعيه المكنه ويظبط الكليبر، بعد كده يبتدي يشتغل حفر راسي تاني. دي حاجه. الحاجه التانيه، انا اعرف منين ان انا وصلت لعمق الخازوق مثلا 50 متر؟ انا عايز احفر دلوقتي، بحفر دلوقتي 50 متر، عايز اعرف بقى هوصل ازاي ل 50 متر؟ هنزل اقيسه؟ ما ينفعش. لازم المعده تقدم لي على الشاشه العمق اللي انا وصلت له عن طريق احنا بنحدد لها صفر ديتم،
يعني مستوى اقيس منه، وكل منزل متر يقول لي خلي بالك انت حفرت متر، خلي بالك انت حفرت مترين، وهكذا. طيب مش كده وبس، انت لما نازل بتحفر زي ما قلت لك في اول حلقه، احنا مش بنحفر في تربه واحده، ده احنا بقى قابلنا رمل وصخر وطفله وكل انواع التربه. هل السلاح اللي بياكل في التربه نفس السلاح؟ بالطبع لا، انا بغير شكل السلاح بناء على نوع التربه. ايه يا جماعه السلاح ده؟ او بالانجليزي بنسميه اوجر. ده عباره عن قطعه حديديه اكسسوار بتبقى غليظه جدا، بتتركب في مقدمه الكليبر من تحت. دي بتكون المقدمه اللي بتبدا تاكل في التربه ايا كان نوعها، بحيث الدراع اللي احنا قلنا عليه اسمه الكليبر يكون ماسوره راسيه، دي اللي مسؤوله عن الدوران، وفي اخر الكليبر ده بيكون السلاح اللي احنا محتاجينه عشان ياكل في التربه ويبدا الكليبر ينزل سنه 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 لحد ما يحقق لي العمق المطلوب. يبقى القصه مش دراع بس، لا ده دراع واخره في السلاح. عشان كده احنا عملنا تقرير الجساد عشان ابقى عارف وانا جايب المكنه دي انهي نوع سلاح مناسب للتربه اللي بكسر فيها وبحفر فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، اهم ميزه في المكنه اللي انا قاعد فيها دي هي ميزه السرعه. انا بقول لك خازوق واحد عمقه بيتجاوز ال 40 و45 بيوصل ل 50. احنا عايزين بقى نحفر كام خازوق في الموقع ده؟ اكتر من 300 خازوق. لو انت جبت مكنه الحفر التقليديه انت ولا سنه سنتين على ما تخلص بند الخوازيق بس، وده طبعا مش مطلوب لدى المعنيين بالمشروع. فانا عايز حاجه اضرب بيها كذا عصفور بحجر واحد، وهي عايز معده تديني جوده وفي نفس الوقت تديني سرعه وفي نفس الوقت تديني دقه. كل ده بتجمعه هذه المكنه الاحترافيه. وده كان يا حضرات شرح مبسط لتفاصيل احدث مكنه حفر خوازيق في العالم، وهي XR 220. تعالوا بينا نشوف حاجه تانية في الموقع هتتم ازاي بالنسبه للاعمال الترابيه.